أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. خلال ندوة حول العدالة الوطنية نظمتها اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار صباح اليوم الخميس 16 من ديسمبر 2021، أكد الناطق باسم اللجنة مكرم الحجري أن النائب منجي الرحوي والنائب مبروك كرشيت كان وراء ترويج إشاعة التعويضات التي تكلف الدولة 3000 مليون دينار. كما قامت اللجنة بإصدار قائمة في الجلادين الذين تورطوا في تعذيب الناشطين السياسيين من مختلف التيارات السياسية وعائلاتهم، كما نشرت تصوراً لنص الاعتذار الذي يجب أن يلقيه الجلاد أمام الضحايا. وفي تصريح لموزايك ذكر الحجري رئيس الجمهورية بأن القانون يجبره على الاعتذار للضحايا باسم الدولة التونسية، لكنه يرفض ذلك ولا يعترف بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة وفق تعبيره.